السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا هنا عندنا المرخ. المرخ شجرة قوية ويأكلنها البهايم، خاصة جمال يأكلنها أو البوش يأكلنها. شوفوا وزهارها على طول السنة، شوفوا الزهار فيها على طول السنة. وفي هذا ما يظهر يسمونه ورس، هذا يأكلونه مصير يلك الناس تأكله، بس أصغر عن كذي اللي كله. شجرة بعد هاي تنفع مثل انها حق الشواي، في السعودية يستخدمون وايد حق الشواي، يحطون على الفحم ويحطون اللحم عليه عشان ما يحترق، يستخدمون وايد حق الشواي حق المضبي. ومن فوائدها بعد الاول كانوا يوم تعرفون هو وغيره يسوون خيامهم في دار المرخ عما يجي هو تكون مرخه بعد اكبر، نشوف ان شاء الله اخبار كيف هي حجمها. وغذا سبحان البهايم من ناحيه لها تسوي عسل بعد، عسل هذه على طول الوقت فيها زهر وعسل، عسلها حلو شيء خفيف. شوفوا سبحان الله البري كل ما منه فائده فيه، وفوق هذا انه صبره متحمل على اجواءنا وغيره. هذا حتى تقدر انت تتحكم بس المرخ تسوي الشكل اللي تبغاه. هاي مستزرع عندنا، شوفوا يوم تنزلون من الجسور يمين ويسار نزلات، هاي تدور من الجسور، انت تدور هاي درجات تسوي من هاي المرخ وايد جميل. بس زرع الحين عطى ماي وقلع، بس ما يبي يعتمد تمديد ماي. هاي الحين زرع في الارض عطى ماي خلاص، حط لها ماي ذات الشيء خلاص يضرب عقبه، وحط محطه في ماده تحفظ الماي لمده تقريبا اسبوعين، تخلطها وياه خلاص ويتم يضرب عرقه وقوي شيء متحمله، بيعطي منظر جمالي. زهار شوف زهار صفرة كيف، شوف شكل زهارة جميلة صفرة، اللهم عقب يتعدل. بس حتى هذا يستخدم ليتم أرباع، يسوي حظيرة. نعم قصون من الحتني ها خفيف، يسوي من حظيرة حتى فوق مثل الدعن تحطه فوق يستوي مرخ. إلا وايد أشياء، حطب أي وروبة، عسل طيب يسوي عسل قلناكم بعد. فوق هذا انه تنقض لا تبى ماي ولا شيء. شوف عندنا مناطق الحين، في مناطق عندنا فيها مرخ كثير، في مناطق خاليه يعني مرخ بدر مرخ ينشل، المناطق اللي ما فيها مرخ بنشحها، حتى في الربع الخالي بنشحها، في لي وهالمناطق بنشحها. يخبروني المنطقه كانت في السلعه كانت متروسه مرخ، ويقول يا ريال جيتم مره هناك هلا، يقول ولا مرخ رحت انت من عندهم، قال يطرون ان هني كان عندهم مرخ، قال يعني من دبي هني واعطيهم من المرخ شل شتلات وزرعوهم، قال رد تكاثر. فيبه هو عقدتم توعيه للشيء هذا، قمت توعيه الناس تسوي، بس سوي يعني هذا يعني احنا ما شاء الله اكثر مؤسسات وغيره يعني للبر، وهذا قليل يعني انتاجهم. يعني شو عليهم شلوا بذر هذا في مؤسسات ان شاء الله الدول تدفع لها فلوس وغيره، بس الغايمين عليها فكرهم التسجير ضعيف، اكثر فكرهم تسجير تزيين المدن بس، اما الصحراء ضعيف. حتى المدن بزينها من هذا الشجار اكثر شيء جميله. يعني انت تشوفون الجسر نزلات الجسر وايد خاليه، هي اماكن وايد خاليه. هاي حتى في نص الطريقين مثل طريق العين دبي هذا في النص ترم تحطه ترم تحكم به، ما يظهر على الشارع يمين يسار، مناطق صغيرة تقدر. حتى الحبي كذلك، شوف الحبي جميل، هذا نبات الحبي شوي يحبه على الشيء، شوف جميل. ما استخدموه في عنده هنا لأنه ما يعرفونه، يعني أكثر المهندسين عندنا ما يعرفونه، ما عنده فكرة عن الأشجار البرية، عنده فكرة عن الأشجار العادية. وايد نباتات عندنا الحين تنفع أصلا حق الزينة، مثل القرى، نبات القرى، مثل نبات الألقاة، الأرطة. فلازم الفكر يتغير يكون. حتى يأتي مؤسسة أظني ما التغيير مناخي ما أدري يعني، فيه عندي يبون يعطونهم أنهم 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 بيئيين، يعني اللي عندهم المكان بيئي وأنهم حق يعني مساهمين في التغيير المناخي ومساهمين في الاشجار اللي عندهم. يوم طالع الاشجار عندهم قال اصلا الاشجار مش اشجاركم هو شيء، وما تتحمل بيئتكم وما نعطيكم عليه شيء اصلا.
شوف هذاك الجانب يوهني وعرفوا قال هذا الجانب ما شاركم زائين انتم، فاصلا ما نعطيكم عليها 1%، مش اشجاركم متقلمه وغيره. قال هاي فتره تموت، تكلفون عليها فلوس وايد، تكلفون عليها يعني التكلفه اللي تكلفونها، قال هاي تاثر على البيئه اصلا من ناحيه التلوث وغيره، فيتبعها. فهمت يتبعها شيء. اما الشيء انت اذا تمد البيب هاي تمديدات الماي هاي غير هاي كلها، ترى قبل وين هي التمديده هاي مصنعه، والتصنيع شو اثر على بانه تصنيع اثر على الكوكب عالمي، مثل التصنيع انه انتاج كربون، تصنيع انتج الكربون، انتج تلوثات كثيره. فهم يردون يعني فكرهم بعيد، ما بيش فكرهم بس هنا عند الشارع، لا فكرهم بعيد، حد الناس ما عندهم الفكر هذا، بس عرون زين هالبيب وين يا اصلا الشغل هذا كل يوم، العمال سياراتيا الشغل هذا كله واعاده الشغل مره ثانيه، هذا كله صار ملوث، سيارات اللي يجين مره ثانيه يركبون بيبات ويركبون شيار وعمال، هذا كل شيء تلويث اصلا البيئه. فهم عندهم فكرنا الشيارة البرية زيرو تلوث البيئة، من أول شيء هي كشيارة مفيدة، ثاني شيء هي ما لها أثار رجعية ترجع لها، أنه سوى تكلفة عليها من ناحية تمديد، من ناحية البيبات تصنيع، تراها السيارات اللي هي تصنيع، كلها تصنيع، فالتصنيع اللي تمر اللي طافها ما تحسبون، نحسب ترى التصنيع لهم ها ملوث يقول لك أصلا، والشجار الحيابين أصلا مش معمر ومش تكاثر طبيعية مثل الشجار البري موجود عندنا. فهذا التفكير عندهم الحين، المؤسسات اللي هي مال التغير المناخي وهاي العالمية هي مال التغير المناخي واحتباس الحراري. فعندنا الحين ان شاء الله الله يهديهم يعرفون الشيء هذا يفكرون بعيد. انسان بيفكر مصلحة العامة بيغير من كل شيء، وانسان اللي عقدته ما همه سووا بس روحوا. في غير انسان اللي تلقاها اللي يتحرك ويسوي تلقى له يطلع نتيجه. شو حي زاد الله فلو رحمه، الحين الشيء ليه موجود الله في الدنيا، سوى غابات ما ظنه، وسوى كم هالفوائد غابات من اكسجين، من تسحب الكربون، من اشياء كثيره وموجوده لين الحين، وتكاثرت طبيعيا بعد ما غير الاشجار القرم اشياء وايد. شو ما درس عياله ولا غيره، بس شوف فكره بعيد، قال زرع الشير بيجيكم الله بعدكم مطر بسبه الشير، فطري فكره بس بعيد. العالم الحين درست ولا مخوخ اختربت من دراسه قدام، درست ما يعطونك نتيجه، سهل هل عقبتهم يبر هم عدرب، سهل هل مكه يضرب شعابها. دراسة زينة ما أقولكم زينة، بس إنسان ما يطور، بس أخذ الدراسة وحط مخباه شهادته ولا يطور أصلا من ذاته ولا غيره. وايد مهندس يتكلم عن أشجار البري يقولك ما نعرف، إحنا نعرف أشياء ثانية ونعرفه الأسمدة وأنواعها وشو فائدتها للشجر وكذا، يعني شيء بسيط يعني. بس قال المثل اللي قال سلم، مجرب لا صار طبيب، مجرب غير، واللي عاش مع البيئة يعرف كل شجرة أصلاً كل فائدة تلهمه واستخدم منها أصلاً، وعاش وطبق وسوى خصة أي شيء. أنا بقولك الواحد يقول له سوي كذا كذا يسوي بيغلط، بس بالممارسة تضرع يديه بيعرف يكون سهل عليه. لا تقول بس الكلام بس سوي، لا لازم تمارس، لازم تسوي، لازم تشوف كل يوم وتي وتشوف وتصير الله شاسع وكثير، وكل يوم بني آدم يتعلم. وحين في علم الله ضائعين، كل يوم اكتشف شيء جديد، كل يوم حصة جديد، كل يوم فكرة، كل يوم اشياء يعني، حتى الاشياء واحدة كل يوم تطلع اشياء منها جديده، فوائد جديده. ليه تمردون على الاشجار البريه افضل يعني، الاشجار اللي قلت من قصه عماره هاي لاش حلوه، كلموني والله وايدين، قريت تتبك كل اشجار بريه عندني، قال ناس تبى ورد وغيره، يحطون ورد، يزرعوني ورد، يزرعون كذا ما عليه، بس بزرع بعد اشجار بريه، بزرع اشجار يعني مفيده، في زوايا تحتاج اشجار بريه، في اماكن تحتاج، وعنده تنوع وايد اشجار بريه. شوف وايد بتقول لي هذا كم اسوي انت، انا شخص واحد شو بسوي، شيء شجاره ولا شجرتين بري وايد،
لو بتسوي انت بتخسر على الفاضي، ما حد الناس اقبالها على اشجار البريه بعد ما بذاك الزود كذي. وما شو مشاهده 90% اشجار برا بورد وزين وغيره وتموت وبدلوا وغيره، هو الشغله كانهم يبون لها الشغله هم تدور ولا خسائر وصار ما له داعي وبس. قلت له قلت تحرك السوق، تحرك السوق هي غلط، بس كل اللي هو عقوته بس حن راوي الناس نعلمهم وان شاء الله نسوي يعني. هم شوف الحبايه بريه هذه راح الحبيب فنانه بذره يتم اثر متغسله تنظفه تجمع سوي طحين منه سوي اي شيء مفيد يعني شيره. الناس متى تعرف شيء محتاج له صدق تساء ما اعرف بره غيره تحصل لك وقف موتر عليك ولا تبى تقيل تحت مكان قاعد تحت الشيار اللي هو بروحه بري ما يتحمل وما عنده مشكله هذا يعني. والزراعه بسيطه قلب المدن اسهل شيء برا هذا المرخ اللي مسوي مكان محميه مرخ ويشلون المرخ هذا وينشحونه في البر فلي بال بين شحاف في مكان في البر كم نسبه تنقل ما في عندنا الشغله هاي. كذلك الحبي كذلك العلقاء كذلك السلي اللي هو الحاد كذلك وايد عندنا اشياء بري بين شحاف في بر ان صاده موسم قوي نقل الشيء زاد ما في تكلفه يعني شيء محميات تنوتي مع بذره وتنشح في بر. كذاك الارض وايد وايد الارض كم بتد وايد وايد ممكن شيء يسوي محميه كم النتيجه بيطلع لنا تطلع كثير شير ما جميل. شوف الحين انت المنظر شوف شكل شكل شير جميل بس شوف طالع انت الطرف الثاني لو الاداره بس ما قبل احنا ما في شير شيء راحت للجنة جنة الله وصفها بكثرة شجارها. الحين هذا كلامنا كله توعية، اللي يباه ياخذه واللي ما يباه يطعمك حط عليه اللي نص الصمخة عقاتهم ويسوي اللي هو زين له وسبحان الله على طاله.